المعرض هو رحلة جذور، اسمه رحلة جذور. الفكرة اللي اشتغلت عليها هي الهجرة القصرية حقيقة. الكل حقيقة تعرض للهجرة القصرية في الآونة الأخيرة، كثير من بلدان الوطن العربي وبلدنا العراق. فحبيت يعني حبيت أرسم هذا العالم، أبنيه خلال لوحتي وأعبر عنه من خلال اللوحة. فجمعت كل مفرداتي، كل اللي أعرفه في هذه اللوحة حتى أقدر أعبر عن هذا الموضوع. معرض يعني أقل وصف إلى أنه عالمي حقيقة، تجربة رائعة. استخدم المفردات بشكل رائع، اختيار للألوان يعني ما يجسد لك إلا أنه فعلا محترف بكل معنى الكلمة. أنت معنى حقيقي للشغل اللي جاي يشتغله، أبستراك عالي، نوع من الاختيار المواضيع اللي الجميلة اللي تمسنا، اللي هي الهجرة والغربة والانتقال من مكان إلى آخر، بالإضافة إلى أنه محترم بالعمل نفسه. وفاضل دباغ من الفنانين المهمين، يعني رقم جدا صحيح بالفن العراقي. الحقيقة هناك تقنيات جديدة استخدمتها، أعتقد حسب ما قالوا لي الفنانين وكثير من النقاد أنه هاي المرة الأولى أنه فنان يشتغل بهاي التقنية. هي تقنية الكمبيوتر، استخدام برامج الكمبيوتر الحديثة لتكوين لوحة. الحمد لله توفقت بها، كون عندي خبرة حدود 10 سنوات بهذا المجال. فجماعة الأرت مع التكنولوجيا، تكوين عمل فني معبر يكون بموضوع ايضا هو موضوع اللي اشتغل عليه اللي هو الهجره القصريه. هذا المعرض بالذات هو الى اسلوب جديد وفي تقنيات جديده قد تكون معروفه للجميع، لكن احنا على مستوى الساحه الفنيه العراقيه قد تكون جديده. هو استخدام الديجيتال، الكمبيوتر والطباعه الحديثه. طبعا هذا الشيء هو وظفه لخطاب البصري اليوم اللي مثل ما نشوفه. عادة النوع هذا من الأساليب اللي هو التجريدية تعتمد على الشيء الحديث أو الغير مألوف كمادة، كطرح، كلون، كتكنولوجيا. فالفنان فاضل اليوم شوفنا شيء جديد، شيء رائع، لوحات تعبان بيها. وأنا طبعا كفنان وكصديق أتمنى له الموفقية في معرضه.
من العاصمة الأردنية عمان، غسان عدنان، قناة الرشيد الفضائية.